ناس أذيتك، ناس تعبوكي مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة. انت اتجرحت، انت اتجرحت، انت اتبهدلت من أقرب الناس، ربما من الأهل، ربما من الأصحاب، ربما من الأصدقاء، ربما من الكنيسة. أول لما حد يتعبك قوي كده ويتعبك قوي كده، أول حاجة من فضلك صلي صلاة مخصوصة، قل له يا رب أنا فاكر إنك غفرت لي والساتر عليا، أنا فاكر وبفكر نفسي عشان تنتبه بس. طيب يمكن يكون اللي غلط فيا، غلط مني فيا مثلا بكلام جئره، لا انا فاكر انا غلطت في المسيح كم مره تذمرت عليه كم وكم وكم وغفر لي. عايز اقول لك فكره انك تفتكر ان المسيح غفر لك هتخلي اعماقك تهدى، ما بقولكش هتغفر، طول بالك تهدى. انت لما بتصور بتقول انا صح انا صح، فرب يقول لك على فكره انا سطرت عليك في بلوى عملتها ونسيتها خلاص، خلي بالك هي عملت فيك ايه كل ده، انتبه. وعملوا فيك ايه كل ده، انتبه. انا بقول لك فك قلبك، في مقارنه نمره واحد ما بين غفران الله ليك بيهيئك تغفر لآخر أذاك. ما أقولكش ما أذاكش، ما أنت أذيت المسيح وأنا أذيت المسيح، أدي نمرة واحد. نمرة اتنين، طريقة عملية، هتقف تصلي من أجل الشخص اللي هو أذاك، وحتصلي من أجل الإنسانة اللي أذيتك، وتغمض عينك وتشوف تتخيل المسيح واقف حاطط إيده اليمين على راسك وإيده الشمال على راس اللي أذاك، فأنت تبص له كده يا رب يسوع وأنت بتحبه، الله مش توقف معايا في صفي، أنا بحبك وبحبه. فكرة الأولى لما تتذكر إن قد إيه المسيح غفر لك يعطيك قلبك يهدى. نمرة اتنين، تخيل أن الشخص اللي حزنك قوي ما زال محبوب عند الله وما زال مقبول عند المسيح زي ما أنت مقبول عند المسيح، فالمسيح حطت إيده على رأسك وحطت إيده دي على رأسه أو رأسه. نمرة اتنين. نمرة تلاتة، افتكر معي النقط عشان تفك الكلكعة اللي جوه، ما في كلكعة من كلكعة منيلة مش عايز تتفك، لازم تتفك بقى. أتاري الحاجتين دولت بدوا يعملوا إيه؟ يهيئوا قلبك. طب أعملهم كتير أكتير، يعني كل ما تقف تصلي قول يا رب أشكرك لأنك غطتني بدمك، غفرت لي، سترت عليا، نقلتني من الظلمة للنور، اديتني حياة جديدة، أشكرك يا رب. يا رب أنا بحط أمامك أخويا اللي تعبني ده وبهدلني وكسر نفسي، أنا عارف أن أنت بتحبه بس يرضيك يا رب. الله، لغتك بدت إيه تختلف؟ صلي كتير، يوم، اتنين، تلاتة، أربعة، أسبوع، لغاية لما يحصل حاجة. إيه الحاجة؟ قلبك يوافق إنك تروح تعاتب، ما تروحش تعاتب وإنت قلبك لسه مش لين ناشف. واسمع من فضلك الخطة اللي بقولك عليها، لما قلبك يلين، ويلين بإيه؟ يلين بالحاجتين دول، تتذكر غفران المسيح ليك وتفتكر إنه أيضا هو محبوب، يبدأ قلبك يلين. إيه اللي بيلينه؟ الروح القدس يديك جوه قلب لين. نمرة ثلاثة، تروح تعاتب. بقولك القلب اللين يعني بديت تحصل على حاجة اسمها روح شفقة. من هو الغلطان فيا؟ شفقة، يبقى يجيلك نوع من أنواع الشفقة. ثلاثة، تروح تعاتب. طبعا قلت لك روح عاتب، لا ما عاتبش، ان بني ادم ده ما يتعاتبش، افهم على طول انك ما صليتش. روح يعاتب، لا ما عاتبش، دي ما تطقش، يبقى انت ما صليتيش. عشان خاطرك، عشان خاطري من فضلك،
اعمل خطوتين الأولى، افتكر غفران المسيح ليك، وافتكر أن الشخص الآخر مقبول ومحبوب عند المسيح. ثلاثة يجي لك رجال تبدأ تروح تعاتب.